المطاعم، في 700 مليون مطعم وكل الناس تحبه. أنا أحب المطاعم، إذا أنت ما تحبه هذه مشكلة. أمزح معك. تقدر تطلب من جوا المطعم، تقدر تطلب من درايف ثرو. أنا أخاف أطلب من المطعم وأدخل جوا، لأن إذا شفت المنيو راح أخلص المنيو كامل. فعشان كذا قررت اليوم راح أطلب من 5 مطاعم طرق غريبة، وهذه الطرق عشان تعرفها لازم تتابع المقطع. بس خليني أغششكم أول واحدة ونقول لكم، أول واحدة راح نروح عند الأشخاص نطلب طريقة الإشارة، وأقول لكم ليش سويت هذه السالفة والقصة من البداية. لما كنت صغير كنت أخاف ويجيني توتر إني أدخل عند المطعم وأطلب، فاليوم قررت إني أتحدى نفسي وأسوي 5 فوبيات إني أواجهها بالمطعم وأطلب منها. فتابع المقطع للنهاية عشان تعرفوا إيش هم الطرق اللي راح نطلب منها من مطعم. الحين راح نروح عند أول مطعم، كل مطعم عشوائية، فبسم الله. الحين نخذ الإشارة. طيب يا عيال، هذا كان اول مطعم سحب علينا زي ما شفتوا، كانت بلغه الاشاره سحب علينا. نروح المطعم اللي بعده. اجي اطلب برجر بديل من عندكم، شو تنصحني يا اصحاب المطعم الحبيب؟ نكهه الحمص او صوص الباربيكيو صوص الجبنه، ايش تنصحني يا حبيب؟ برجر بصوص الثوم او التوابل او المشروم المشوي؟ فكره مجنونه، برجر بكراميل والافوكادو مكرمل. ايش رايك؟ شكرا فيك. وزي ما تشوفوا الحين هم انلخموا، الحين خلينا نروح المطعم الثاني. السلام عليكم، كيف حالك؟ كلام سريع عادي، ما عندك اي مشاكل؟ أمور. الف عافيه. انا مشكلتي بتكلم كثير بسرعه فما حد بيقدر يفهمني، فهذه المطاعم اللي رحت كثير ما حد بيقدر يفهمني، هذه المشكله. ايش عندكم اشياء بقدر اطلبها وايش المطعم بيقدم؟ هذه سريعه ولا عادي؟ اشياء عاديه عادي، ما عندك اي مشكله، يعني اشياء عاديه سريعه. ايش عندكم انواع من الشاورما والعجنات وهذه الاشياء؟ شاورما في، ايش الفرق بين الوجبات العاليه؟ ايش الفرق بين هذول كلهم؟ ايش الفرق بين هذول كلهم؟ ان شاء الله في شاورما لحم، شاورما ديال فول، فلافل، بطاطا، بديان زرم، شكل غلو، لبناك، قبي، تمسك. ايش الفرق بين هذول كلهم؟ في وجبات كثيره، في 400 جرام بطاطا، 4 خبز، 4 محمر، 3 مخلل، 3 سرفين، متوم، كاتشب، بندوره، 4 بطاطس، 3 مشوي. الحين فاهم علي كل حاجه بكتبها، صح؟ فاهم علي كل حاجه بكتبها، كيف؟ ما شاء الله عليك، يعطيك الهايه. كل قاعد من يا عيال، انا ما ادري كيف فاهم كل الكلام قاعد اقوله. ما شاء الله، في كلام ما فاهم وانا كنت اقول كلام سليم مره، فالحمد لله اني فاهمه. ويلا يعطيهم العافيه، نروح المطعم اللي بعده. حيكون حنقول له كلام معكس. فالمشكله عندي اني بحكي الكلام، يعني مثلا بدي اجي اطلب بحكي بالعكس، يعني مثلا بدي يوي كيوي. ايوه الله عليك. فانا بدي اياك تحاول تفهمني انا ايش قاعد بحكي. تمام. بدي واحد زومو، زومو وزومو مع مودافوكادو. الله عليك. ومشاميشو مع مشمش والمانجا. طيب، وعند اخر شيء كمان نيمون. ليمون. الله عليك. تمام. وعندك الوينيو. المنيو موجود. ايوه تفضل. في اختبار عشان نيابه. تفضل. طيب يا عيال، احنا عند برولاتي يعطيه العافيه العم، فاهم علينا كل كلمه، فخلينا نطلب كلام حقول له كله بالمعكوس ونشوف اذا حيسويه ولا لا. بسم الله، ركز معايا، ركز. طيب اعطيني واحده عن نيمون. طيب المعنى عن نيمون. الله عليك. طيب بدي كمان تفرو برج. تفرو برج. تفاح؟ لا لا. فراولاتي. الله عليك. اوكي. يمشي توت. توت مع، لا فشل توت. ايوه. الله عليك. طيب اخر واحد يلغرفني. ايوه. الله عليك، بس يعطيك العافيه. طيب اشوف، بس تاكد لي ثاني مره لو سمحت. ليمون مع نعناع. صح. فراوله. حلو. توت. اوكي. فرغلي. تمام 100%. الله عليك، الله عليك. طبعا هذه الاشياء كلها تلاقيها عند فراولاتي. يعطيهم الف عافيه. طبقان الطبابور، مطعم السلام او جنب دلاب. طيب يا عيال، قابلت احد المتابعين اسمه يوسف، تمام؟ وهذا يوسف يقول ايش تبغاني اسوي بناجي؟ اخبط سيارته. اخبط سيارته؟ ليش؟ ايش سوى لك؟ اخبط سيارته بايش؟ يعني اجيب حجره ولا امسوق فيها واضرب؟ اكيد بدي اسوق فيها. اذا ما ابن جبت معك سياره؟ لا ما معي. اجيب حجره واخبط عليها. نجي، سيارتك انكسرت، انا ما يدخل، فاهم يا يوسف؟ اوكي؟ خلينا نجرب العصير وندوبه. اسمع، راح اكون صريح 200%. لا بسم الله. واو،
والله لذيذ. والله انه لذيذ يا عيال. خبز عبالات اللي قلتها سويت لكم هذا عشان تطلب من عنده. روح اقول له ريال طيب لها يا عيال استاهلوا. مو اعلان ولا شيء بس واضح ان الرجال تعب على نفسه. حاولوا تساعدوا قد ما تقدروا ناس. ويلا نروح الناس اللي المطعم اللي بعده. والحين قاعد احاول استرجع الكلمات اللي حفظتها. سالفي فوغولورو اندريرو نورمال برجر سونو رايان فوغول اردونيرو ان همبرجر اميكو مو برجر عادي مع مويه ومعاك ريان خويك حاب يطلب برجر. نورمالو برجريرو ديت كوزمو نورمالو برجريرو اكوا سي راين تاليانو نو انجليش نو انجليش برجرينو اكوا برجرانو ايطاليانو برايس برايس هاو ماتش برايس جود برايس جود برايس روما ايطاليانو زي وان نو نو انجليش نو عربي ادون نو ايطاليانو اونلي ايطاليانو برجرانو همبرجر ريجولار اكوا ما اوكي ذا ايطالي Italian, there's a crema and mozzarella sticks, mozzarella cheese, and no English, no English. I talk Russian. And no Russian, only Italiano. I don't talk Russian. There's all in Medinti Blue, you know Medinti Blue? Sarga. I don't know what I'm talking about. Okay, no problem, margherita. No internet. I have internet. Okay, good. Italiano, like, subscribe, follow, share everywhere. وين ريان قاعد يحاول يدور تصريفه عشان يقدر يهرب من المطعم بأسرع وقت، فقاعد يكتب خرابيش ويضيع وقت بأسرع وقت ويعطيهم العافية. قال له ريان اسمع أنا ما عندي سالفة بالإيطالي طبعا، وقال له اسمع قريت مترجم جوجل ويعطيك العافية. ثانكيو بيرفو بيكسي. والحين آخر طريقة راح نسويها إنه راح ندخل المطعم راح نسوي طريقة مرة غريبة ما حد حيتوقعها. إن شاء الله بننجل. يلا وين الخبز؟ خبز تبع البرجر. اسوي برجر بس ما سويت شوفه. لا ما عليك اعطيني خبز البرجر. وين ايش انت غلط بس قاعد داخل ما تفكر اطلب برجر. اسوي برجر بس اصبر يا حبيب ما سويت شعراتك تدفن شعراتك. لا صح وين تبع الشعر استنى استريح برا. لازم استريح. اوكي حسبت اني بقدر ادخل اسوي هذيك العاده. اسمع اسمع قيم نسوي مقلب اليوتيوب تمام قيم نسوي مقلب لكن انا بعرفه انا عارف انت انصدمت بهذيك الايه. كنت بسوي مقلب. كذا كانت نهايه المقطع. شكرا لكم. السلام عليكم. سالفي فوغولورو اندريرو نورمال برجر سونو رايان فوغول اردونيرو ان همبرجر اميكو مو يعني برجر عادي مع مويه ومعاك ريان خويك